الكريم أرجعني على ما ينشى في الصحيفة، فهذا قد صدر أحكام بعدم مشروعية في القضاء المصري ونحن أخذناه من مصر في السبعينات، وقد صدرت في الثمانين سبعينات أيضا بالقضاء المصري بعدم مشروعية هذا النص، ونحن ما زلنا نتعامل لحد اليوم بهذا النص الذي يحمل رئيس التحرير المسؤولية على ما ينشر في الصحف. أيضا الدستور اليمني كفل حرية التعبير بالرأي بكافة مستوياتها، سواء التعبير بالقول بالكتابة بل أن أيضا أوجب الدستور التزامات على الدولة احترام هذه الحقوق، كون الحقوق هي منظومة متكاملة وجزء لا يتجزأ وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الذي التزمت بها بلادنا وصادقت عليه، والذي أصبحت أيضا جزء من الدستور في المادة السادسة منه الذي أكدت على أن تؤكد الدولة على العمل بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة الدول العربية والقانون الدولي العام. فنجد أن ما تقوم به من انتهاكات تعد أيضا جرائم في قانون العقوبات اليمني، من سواء من الاعتقالات او الخطف، فلما يشمون قمر على الصحفي هو لا يلقب في قانون العقوبات وانما اختطاف، هو جريمة اختطاف، فالقذف لا يكون الا صادر بامر من سلطة قضائية هي المحكمة او النيابة لما يقبض عليه، اما هذا عملية اختطاف، حتى عندما نجد قانون العقوبات هو اعتبر عملية خطف، عقوبة خطف، سواء كان من موظف عام الذي هي الأجهزة الأمنية أو من شخص عملية خطف. وأما بالنسبة للتهديدات والاعتقالات والاختفاء القسري فهي أيضا جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي ووفقا للمادة السادسة من الدستور الذي ألزم الدولة بالعمل بمقتضاه والعمل بأحكام القانون الدولي. أما من حيث الشائعات التي تبثها الفضائية والإعلام الرسمي، والذي سمعت أحد الأخوة يقول أنه لا يوجد قانون قد يجرم هذا، بالعكس قانون العقوبات يجرم هذا ويعتبرها من الأخبار الكاذبة من الأخبار المزيفة الذي قد تكدر الرأي العام والذي تغير الحقيقة. بالعكس بعضها نجد أن الإعلام الرسمي يخدم إحنا كثيرا كقانونيين في إثبات وقائع الكذب حقه، الذي الآن موثقة لدى لجنة المحامين في أكثر من قضايا ينشرها غير حقيقية ويثبت فيها طوافئه والتحريض على ارتكاب الجرائم ضد المعتصمين. عبد الجلدي لو لاحظتم في أحد خطاباته اعترف عندما كان أحد المحاورين يتكلم معه لماذا أن لا تقول الحقيقة، قال هذا جزء من عملنا، يعني فعلا هو عين لهذا العمل يعني لبث هذه الشريعة. أيضا الشيء الآخر هو معترف أنه يقوم الآن بالتحريض وارتكاب جرائم، قال أنا وفاء للرئيس مستعد أن أسجن، مستعد حتى أؤذن، هو يعرف أنه الآن يقوم بارتكاب جرائم وسيسأل عنها. بل أيضا مذيعات بالفضائية اليمنية مقرات بأنهن يرتكبن عملية تحرير، فقالوا إيش نتوقع، يعني إيش بيكون السجن، يعني هم قابلين لهذا لأنهم يعرفون، قالوا كاد المريد أن يقول خذوني، هم عارفين أنهم يرتكبوا جرائم تحريضية للقتل لإثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية، كل هذه جرائم معاقب عليها بقانون العقوبات اليمني. ونحن قد كنا تقدمنا أمام النائب العام عبر لجنة المحامين في الاعتصام بشكاوى بالجرائم المرتكبة، لكن بعد التعيين يعني وكان النائب العام يتجاوب نوعا ما، لا نقول أن هناك الحياد المطلق في النيابة العامة السابقة، فلما عين الآن النائب العام وعرف ما هي أسباب تعيينه، والآن سمعنا قبل يومين أو كذا أحد القيادين في المؤتمر الشعبي العام يقول أن الرئيس قد وجه النائب العام بسرعة إحالة 12 شخص المقبوض عليهم خدمة للمؤتمر وللرأي العام، هكذا يقول هي خدمة لنا وللرأي العام،
الأمريكي يضللوا علينا ويضللوا علينا، ماذا تريدون؟ هم ال 12 الذين قتلوا فيكم أهل الكرامة، ونسوا الباقي المجازر، نسوا أيضا المخططين، والذي قد كان طلبهم النائب العام للحضور إلى التحقيق، يعني قد كان طلب مجموعة من القيادات العليا للطلب إلى التحقيق. فهم يريدون الآن خلال بتسمعون طبعا قريبا خلال أسابيع قريبة أن النائب العام، على فكرة الآن النائب العام عمل إعلان في صحيفة الثورة على أن أولياء الدم عليهم الحضور إلى النيابة العامة. اللي يريد أن يفبركوا الآن يعني بتسمعوا خلال، أنا أتوقع خلال أيام قادمة، ويقول النيابة قد أعلن ويعقد مؤتمر صحفي وسيعلنوا أن هؤلاء هم الذين ارتكبوا الجريمة في جمعة الكرامة. فهم يريدون بهذا التضليل على الرأي العام، يريدون أنه يعني ينسوا التهم على القيادة الكبيرة، على الرأي، على الفلان، على أنه طالما هؤلاء قد قدموا للمحاكمة فالقضاء، رغم أن القضاء في اليمن كلنا يعرف أنهم غير مستقل، القضاء في اليمن، فكيف يتوقع من شخص أن يحاكم شخص يعينه ولي نعمته؟ أنت القاضي الآن خائف، سواء كان يعني أنا إذا لم أحكم بما تريد معرض للنقل، معرض للعزل. في بعض القضاة الآن انضموا إلى الثورة عقبوا، الآن عقبوا بفصل من وظائفهم، عقبوا كذا الآن في قضاة منضمين إلى الثورة عقبوا الآن من وظائفهم امتنوا، بالعكس إذا تجد قضاة لا يستطيعون أن يعبرون عن رأيهم، تقولهم لماذا؟ قال لك أنا إذا عبرت عن رأيي أو قلت على الثورة أجد اليوم نفسي وأنا راقد في البيت أو منقل إلى المهرة أو منقل عقوبة يعني. بينما القضاء المصري، القضاء العادل الذي لم خرج في ود الثورة ويقول أن أنا كقاضي من حقي أن أنظر أن أشارك هؤلاء الثوار في الميدان، وذاك وأمطل شرعية حسني مبارك وهو في الثورة بتصريحات كثيرة في الإعلام، بل نزلوا وأعلنوا مشاركتهم رسمية. نحن لا يستطيع أحد من القضاة أن يعلن مجرد رأي صحفي على ما يدور في الثورة، يعني يقول لك أنا اليوم يا إما أجلس في البيت أو أنقل إلى بيت إلى المهرة إذا كذا كعقوبات كما فعلوا بزملاء السابقين. قد نكون ضحايا للإشاعة، يعني بدلا من أن نثبت ثورتنا ونحققها ويشغلونا بمسألة الإشاعات وفقط الرد عليها. لذلك أحكي لكم بس حاجة بسيطة في مسألة الطفلة عتاب، في قضية الطفلة عتاب. الطفلة يعني شفتوا لما بكت وكانت صادقة، يعني ما أعتقدش أن حد حتى لو بلغ مستوى الغباء أنه يكذب دموع تلك الطفلة. جاءوا مجموعة من الحقوقيين وبعض الصحفيين وبعض المدفوعين يقولون يدوروا رقمها من عندي، بيقولوا احنا نشتي نعمل لها فحص الدي ان، يعني فحص دم عشان نثبت انها بنت الشهيد الفلاني. يعني احيانا حتى لو كانت وفنت تلك الإشاعة، احيانا في غباء، في نوع من الاستغباء والغباء، ما خودك بس لا تجلس تلاحق كيف ستفند هذه الإشاعة. ثانيا أنا مع الأستاذة عندما سارة عندما قالت لابد فعلا من رفع مستوى الوعي، وهذا يتطلب جهد كبير وخاصة من شباب التغيير وسط الساحة والمعول عليهم تفنيد تلك الإشاعات. ثانيا من القضايا، وهذا اقتراح طبعا، الذي لابد لكي نواجه الإشاعات هي متابعة القضايا حسب خطورتها، وهذا طبعا يتطلب جهد خاصة من القنوات سهيل والجزيرة، رغم أن الجزيرة وقعت في فخ علي، لكن مع ذلك يعني مستمرة في مصداقيتها، فلا بد من متابعة القضايا. يعني إذا في قضايا وخاصة في يعني المجازر أو في الانتهاكات لا بد من متابعتها، مش يقفوا على بس منظر معين ولا قضية معينة لفترة معينة وانتهت. أيضا من الاقتراحات، هناك قضايا لا يغفلها الناس وتفاصيل صغيرة لا بد من أظهارها، مثلا حياة الناس الموجودين هنا في الساحة،
قصص الشهداء، قصص الذي يتم انتهاكه، قصص الذين يتعرضون للاختطاف ويتعرضون للتعذيب وغيرها من مثل هذه التفاصيل، هي تفند كل الإشاعات مهما كان. هناك آخر شيء، أعتقد أن أشد خطورة كما قال الأستاذ محمد هي مسألة الفرقة، وهذا الذي بيعمل عليها فعلا بيعمل عليها الإعلام الرسمي والإعلام الاجتماعي خاصة في النساء، مسألة الإحزاب وأعتقد أن هناك وعفوا للشباب بعض في نوع من الفوقية، دقيقة أقل من دقيقة، نوع من الفوقية في المخاطبة، يعني إحنا شباب وثورتنا ثورة ليست أحزاب، هذا مسلم به، مسلم لا نقول لا، ولكن مع ذلك لابد من يعني نتحط هذه الإشاعات بتكاتف الأيدي، ليس بالتفرقة ونجلس ندندن على نفس منوال الإعلام الرسمي والإعلام الثاني، أيوه هذه أحزاب، الأحزاب بتعمل فيكم، هناك قفزة على ثورة الشباب. آخر شيء، أعتقد أن وجودكم واستمراركم في الساحة هي أكبر ضغط لتلك الإشاعات. علم الإشاعة والتوجيه المعنوي والتعالي والمضالة والتحريض. النظام استخدم برنامج اسمه Mind Managers، وهو التلاعب بالعقول، وأنا أتكلم على أساس علمي مش شيء آخر. Mind Managers، المتلاعبين بالعقول، هذا البرنامج تم استقرابه من أمريكا في عبر التوجيه المعنوي، ومهمته كيفية التضليل الجماعي، وهو يسمى أيضا أداة قهر جماعية. الأنظمة التي فشلت في قمعنا جسديا، تصفيتنا جسديا، لجأت إلى أسلوب معنوي آخر وهو أداة قهر جماعي، الحقيقة وتزيفها بغرض، وهو يأتي بنتيجة عكسية، يقتم الثورة ولا يضرها كثيرا إلا من هو محدودية في وعيه. ولهذا هذا البرنامج لا يستخدم إلا في حالات مختلفة عن الواقع، إن حالة البؤس والفقر والاضطهاد وغياب العدالة وكل الواقع الموجود لا يلبي احتياج هذا البرنامج، ولهذا هم يلجأوا إلى هذا الأسلوب، الكذب عين عينك زي ما يقولوا. وأنا سوف أعمل لكم الآن تدريب عملي، وأنا أقدم برامج من الساعة 10 إلى الساعة 12 في هذا الموقع، من الساعة 10 كيفية برمجة الذات وإلغاء كافة الرسائل السلبية التي يوجهها النظام الفاسد، من الساعة 10 إلى الساعة 12 كافة الائتلافات تكون هنا أيضا. هذا البرنامج مهم، وحتعرفوا كيفية مكافحة هذه البرامج السلبية. أنا الآن هعمل لكم تدريب عملي، واشتكم كلكم انتبهوا معي، يدكم بهذا الشكل، تنفذوا ما أقول لكم، وبحاجة سريعة، يدك على جبينك، هل هذا جبينك؟ إذن كلكم تكونوا موجودين في هذا البرنامج، كلكم تكونوا. إذن مكافحة الإشاعة، وهي من شعبة العمليات القذرة في أجهزة المخابرات في العالم، وقد اتفق على إلغائها، معليش لأهمية الأمر، اسمها العمليات القذرة. الآن هم حيخوضوا في أعراض زميلة لكم، وبدأ بسمتمبر نت الآن قابل الخبر المخطوفة، وانتبهوا كيفية تقاوموا هذا. نحن نعمل ضمن ائتلافات كثيرة في مواجهة الإشاعة، حاجة اسمها برنامج، يدخل البرنامج في ثلاثة اسمه مثلث بنز. مثلث بنز أي مصدر إشاعة وأي خبير في التنمية البشرية، أنا عضو الاتحاد العالمي للاستشاريين والمدربين، دبلوماسي وزارة الخارجية، دبلوماسي جنوبي لمصلح وضعي حتى الآن وبدون راتب، أنا أقول هناك ثلاثة محاور أساسية وتعرف عنها علميا مثلث بنز: الفكر والسلوك والمشاعر. لاحظوا أين تستهدف الإشاعة، هل الفكر؟ وقد تحدث عن الشرعية الدستورية وقاومنا الفكر. هل المشاعر؟ وهذا ما عمله الآن، يقطع لسان، والأسبوع القادم هيقول لنا فضيحة أخرى. هذا الأسلوب حالة عجز يعيشه، مش حالة عجز يعلن عنه، يستهدف الفكر، وعليكم أن تنموا قدراتكم في الفكر والمشاعر والسلوك، هذه ثلاثة أشياء محور الإشاعة.